الشرطة تفتش ووتر تاون بيتا بيتا بعد أن أصدرت أوامرها لسكان البلدة بغلق النوافذ والأبواب وعدم فتحها إلا لقوات الشرطة، مشيرة إلى أن الشخص الهارب يمثل خطرا ويعتقد حيازته لأسلحة ومواد متفجرة. وقد تأكد الآن أن الشخص المطلوب هو أحد منفذي اعتداءات يوم الاثنين، وهذه الصورة تظهره في ماراثون بوستن. أما شريكه الذي اتضح لاحقاً أنه شقيقه يظهر هنا في الصورة، فقد أردته الشرطة قتيلاً، ويرجح أن الشابين ينحدران من القوقاز وربما من الشيشان، إلا أن هذه أول أنباء تأتي بعد ليلة عصيبة. وقد كانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بوقوع تبادل إطلاق نار بالقرب من جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا أسفر عن مقتل شرطي، وتحركت على الفور إلى المكان المذكور، حيث أفاد شهود عيان بسماعهم لطلق ناري وانفجارات في ووتر تاون المجاورة، وفجأة أصبحت المنطقة بأكملها في حالة طوارئ. أغلق شرطي الطريق وأردت أن أستطلع ما يحدث، فوجه المسدس إلي وقال ارجع عد إلى منزلك. كان الصوت يشبه وقوع تبادل إطلاق نار ومطاردات. لقد أتى العديد من أفراد الشرطة إلى ووتر تاون وأنا سمعت بعض الانفجارات. وحتى هذه اللحظة كان يظن بأن الأمر متعلق بتفجيرات بوستن، وبعدها بساعات أكدت الشرطة أن الأمر كذلك. نحن نبحث عن شخص مشتبه فيه، تنطبق عليه أوصاف من نبحث عنه فيما يتعلق بتفجيرات ماراثون بوستن يوم الاثنين. كانت الشرطة الفيدرالية قد نشرت أول مقاطع فيديو للجناة المحتملين قبل تبادل إطلاق النار بخمس ساعات، والصور أظهرت رجلين يحملان حقيبتي ظهر، وناشدت الشرطة المواطنين مساعدتهم، ولكن لم يتضح ما إذا كانت الشرطة قد تلقت أي إفادات. وفي هذه الأثناء تم وقف حركة المواصلات العامة، كما أغلقت المدارس والجامعات، فبوستن في حالة طوارئ.